أنا حمدي التركي، عمري 27 سنة، من تونس. متحصل على دبلوم إنجينير جيني سيفيل من الجامعة العربية الخاصة للعلوم، ونخدم توا إنجينير جيني سيفيل في شركة خاصة للمقاولات والأشغال العمومية بتونس. والله كي خديت الباك متاعي كنت مغروم أنا بالتوسكي الكياسات والنوزر لهم لي زوفراج اللي يخدموا فيهم لي غران بيلدين. كل زاد فما شكون في العائلة نصحني باش معناتها ندخل في الدومين هذايا ونواصل في قرايتي وفيه مستقبل كبير في تونس. توا نخدم كمسير أشغال في الشركة ومسؤول على البروجي هذايا اللي هو زون اندستريال نخدموا فيها كبيرة. أنا توا خدمتي تتمثل في تطبيق لي بلان ونعمل لهم الاكزيكيسيون تاعهم، معناتها حاجات على الورق باش نردوهم حاجات ريال. بالطبيعة بار المسؤولية فهمت، على عندك اتوليه كامل نتاع خدامة دي زونجان، فهمت، تحاول باش توفر لهم سلعتهم، تحاول معناتها باش تكون موفق لجميع الحاجات اللي باش تصير لهم الاكزيكيسيون تاعهم. خدمتي يوميا نشوف الشانتي، نشوف الاولاد اسكو معناتها عندهم شي مشاكل، فما شي حاجه لقينا فيها صعوبات نحاول انا معناتها باش نسهلها لهم، غلطه في البلان ولا حاجه نحاولوا باش نصلحوها ولا باش نلقاو حل مع بعض الناس كل واحد. معناتها لازم يكون ملم بكل شيء. دومين جيني سيفيل تقابل فيه فئات المجتمع كل، معناتها واحد لازم كي يخدم لازم يكون عنده صبر، لازم يعرف كيفاش يتعامل مع العباد. نتمنى نكمل ساعة الاكسبيريونس بتاعي في الشركة هذه معاه ونحاول باش نكسب خبرة معناتها الماكسيموم، وعلاش لا ان شاء الله نوصل نحل نهار لونتربريز بتاعي اللي نوفر بها مواطن شغل جديدة، ونحاول معناتها نساهم في تقدم البلاد وفي نواصلوا في البنية بتاعها.